مشاهدي قناة شوف تي في، صباحنا وصباحكم مبارك سعيد، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر دقائق قبل من الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها العاملين في القطاع ديال الحفلات والمناسبات أمام عمالة مكناس اللي غادي يكون بعد قليل. بغينا نتكلموا لكم على هذا القطاع ديال الأعراس ديال الحفلات والمناسبات، يد العاملة اللي فيها اللي كلات لاصا. شنو رايكم، يعني شنو هو الحل المناسب باش هاد الناس يقدروا انهم يستأنفوا العمل ديالهم ويرجعوا، يعني يستأنفوا العمل ديالهم وترجع عندهم الحركه، وفي نفس الوقت يكون داك التباعد الاجتماعي باش من نساهموش في انتشار فيروس كورونا. سيادنا هاد الطبقه هادي او هاد الفئه هادي ديال الرجال والنساء اللي كيشتغلوا في هاد القطاع ديال الموسيقى او القطاع ديال الحفلات والمناسبات بشتى انواعها، جميع منهم من الطيابه حتى السيرفور حتى النقافه حتى العساوه حتى الملقعه حتى الجويقيه، وحتى بزاف ديال الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع، بزاف ديال الناس اللي بقاو الله يحسن ليهم العوان ملتاج وكيحتاج. ف تجمعوا عليهم كريديات، تجمعوا عليهم شيكات، تجمعوا عليهم مصائب، ما خارجين هاد الوقفه الاحتجاجيه الثانيه على التوالي الا وصلت بهم العظم، بلغ الصبر والزوبه. فشنو رايكم مشاهدي قناه شوف تي في هاد الناس او في هاد القطاع هذا اللي باقي ما استأنف العمل ديالو، ومن ضمن القطاعات اللي تضروا كثير من جائحه كورونا ولازال يعني الى حدود الساعه كيعانيو، يعني من مارس سنه 2020 الى حدود الساعه من مارس 2020 الى مارس 2021، وهاد الناس هما متوقفين على العمل، وهاد الناس هما ما خدامينش، وحتى اللي كيخدم فيهم كما كنقولوا كيسرق لك الخدمه، كيخدم هو كيحس براسو بحال راه كيدير شي حاجه اللي هي يعني هي طبعا هي ممنوعه، ولكن فوق ممنوعه اللي هي شي حاجه بزاف. على كل حال فاطمه مينوش كتقول سلام، ما هو الجديد وشكرا. الجديد لله هو تمديد الفتره ديال الحجر الصحي او حاله الطوارئ الصحيه بالمملكه المغربيه اسبوعين اضافيين، اي باقي جوج سيمانات وحده اخرين مع 8 كلشي كيسد. انا لالا سعيدية بالمرابط، صباح النور لالا سعيدية، وتحياتي ليك حتى انتيا اللي كتقول تحياتي لشوف تي في، وحنا كذلك كنقولوك تحياتنا ليك، ونهارك مبارك سعيد، وكنتمناو لك هذا النهار او نتمناو لك هذه السنه، ونتمناو لك الحياه كلها تكون على خير وبخير انتي وجميع متتبعي قناه شوف تي في اللي تتابعونا الان عبر هذا البث المباشر. إذن سيادنا كيف ما قلت بعد قليل أو دقائق معدودة وغتكون وقفة احتجاجية للممولين واللي كيشتغلوا في القطاع ديال الحفلات والمناسبات اللي غادي يخرجوا على الصمت ديالهم وكيطالبوا بحل، يعني باش انهم يستأنفوا العمل، حل وسط، حل ما يكون فيه لا ضرر ولا مضرور. فهما كيقترحوا كيقولوا على انه كاينه نسبه ديال 50% كيف ما كاينه في الطوبيس، كيف ما كاينه في بزاف ديال البلايص، حتى الطوبيس كيقولوا دابا راه ما بقاش كيهز 50% راه كيهز 100%، يعني فين ما مشيتي كتلقى الحياه رجعات عاديه الا في هذا القطاع هذا. فهنا كيقولوا عندنا حنا الحل هو اننا نشتغلوا في اطار يعني تدابير احترازيه اللي اتخذتها السلطات المحليه من اجل حد انتشار فيروس كورونا، وفي نفس الوقت غنشتغلوا يعني ب 50%. الا كنا كنديروا على مثلا كنا كنديروا 10 ديال الطبلات غادي نديروا غير 5 ديال الطبلات، الا كنا كنديروا 50 طبله غادي نديروا غير 25 طبله، يعني غيحاولوا انهم يخفوا او لا يكون داك التباعد. طبعا حنا عارفين العراسات والحفلات ما يمكنش يكون تباعد الا كان الواحد كيخاف على راسو، لان الناس كتكون فرحانه كنبغيو حنا في العادات والتقاليد ديالنا المغاربه كنبغيو نشطحو كنبغيو نفرحو كنبغيو، هذيك هي الفرصه فاش كنعبروا على السعاده ديالنا والفرحه ديالنا تجاه داك الشخص اللي تنبغيو. ولكن كيف ما هما كيقولوا انه 50% راه قادرين انهم يتحكموا في الوضع، والا كان يعني السلطات المحليه غادي تكون كدير واحد الجولات كيف ما كديرهم مع 8 وغادي يشوفوا الا كان الخرق في ديك الساعات تمسح بالرخصه، ويعني هذا ما قالوا عيب. على كل حال نتمنوا لهم السلامه
نتمنوا ليهم السلامه. قال لكم مصطفى الوردي رجعوا الناس يخدموا بلا فهمات. صافي رجعوا الناس يفهموا يخدموا بلا فهمات. صافي سي مصطفى كلمتك مسموعه دابا. على كل حال نتمنوا لهاد الناس يلقاو اذن صاغيه اللي تسمع ليهم. نتمنوا هاد الوقفات اللي كيديروا ما تمشيش هكاك. نتمنوا انه يكون حل جذري في اقرب وقت ممكن. فهاد الناس راهم ضروا وضروا بزاف 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 وساكتين وما قادرينش يتكلموا. فنتمنوا من السلطات نتمنوا من الدوله انها تشوف في هاد القطاع ذا بعين الاعتبار وتحاول انها تلقى لهم الحل الوسط. لا ضرر ولا مضرور. سيادنا الى هنا غادي نقول لكم انتظرونا بعد قليل فوق احتجاجيه امام عماله العاصمه الاسماعيليه لمهنيين قطاع الحفلات والمناسبات اللي كيطالبوا باستئناف العمل ديالهم في اطار يعني تتبع او لا غادي يشتغلوا يعني مع اتخاذ تدابير احترازيه اللي علنات عليها السلطات المحليه وهي التعقيم والتباعد وليبافيت واكسيتيرا. الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بالف خير والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير والله نجي نجيكم الجايات.